السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعين قناة تيتل جيمرز. وعندنا اليوم لعبة اللي هي نجرب لعبة أناذر كراب ستريجن. اللعبة هذه لعبة سولز، نعم هذه لعبة سولز، هذا اللي خليني متحمس لها وأبغى أجرب اللي هي اللعبة. طيب يلا يقول لك تكلم الشيء هذا. طيب اوكي، طيب وين ال وش ايوه هذه مراوغة، مراوغة طبعا يعني ما بتصوت. وين هذا ايش شكلها؟ طيب خذناها، جرعات تقدر تبيعها كمان. ايش كمان فين السلاح هذا؟ قرش، اوه كوني القرش. لا القرش ياخذ الدرع حقي. يقول لك هنا انجز وعلق على اكس او حرف الاي في الاكس بوكس عشان تسبح. ممتاز، هنا تتسلم. هنا السلاح، ما هي سلاح، هذا السلاح صح؟ هذا السلاح، الشوكة هذه مصدية، هذا السلاح. يلا ايوه يلا الآن بدأنا في الجد. تعال طيب يلا، ولا تعلق عليه عشان تضرب. هي واخر عني. طيب تشحن، تعلق على R1 عشان تشحن. طيب يقول لك، يقول لك فين هو المراوغة الجيدة إذا العدو بيضربك. حيمت لك يعني نفس ألعاب السولز، إذا مت أرواحك تخسر واحد. أي ضربتين يضرب، 2 3 4 خلاص. طيب 4 ضربات. طيب وين الأرواحي؟ هذا أرواحي، هذا اللي معاي. تعال انت، حي والله يضرب اجل انت بس. والله لعبة، والله لعبة تخوف. طيب مالك قدرات، في زعيم الان يرفع فيك. يلا حي عليك يا اخي، يبغى لك التوقيت اللي هو اقدر اصيب. طيب لعب من جد يعني، صدقين اللعبة لعبة صوت. هاي اظنها، اظن هذه البون فاير حقتهم صح؟ ايش هذا؟ ايوه هذه البون فاير، هنا تصلح ليفل اب. اوكي تلفل، يلا طيب ايش نلفل؟ هذه حقت الصحة، هذا الدفاع، الهجوم. طيب بزيد الهجوم حاليا، بزيد الهجوم، ما عندي اما. طيب ما معي شيء. طيب انا اروح هنا وبصلح له تختيم بلاتينيوم، صدقوه والله تستاهل بصراحة. ايوه دخلنا هذه الشالوز، هذه اللي هي المدينة حقتهم. اوه كلام كثير، ليه؟ طيب ليه؟ اهجم علي، ما اقدر البسها حتى، ما اقدر البسها، ما منها فايدة يعني. طيب يلا نروح هنا. واو تعال يا اخي، ما يركز معايا ال شو اسمه، ابغى راوغ مراوغ صحيح. طيب شوفين عندك ايش في السجائر هنا،
سجاير، نظارة. هذا عدو كمان. سمكة، ضرب. طاح منه شيء إذا أخيرا في شيء طاح. أخذنا أظن هذا حق. دقيقة ناخذنا صح أول شيء، الوضع سيء جدا. فوق في حاجة، في فوق الشبشب، هذا فوق الشبشب. أيوه شو هذا؟ بالتالي تقدر تصلح له مقايضة ب 250. في فوق حاجة ما زبطت. كيف نروح من هنا؟ الشيء هذا احي عليك، خذ لك والله الشحنة قوية. الشحن ما يعطونا ارواح يا اخي. ما هنا في حاجة، ما يعطونا ارواح. خلينا نروح. هذا اذا زدت، هذا اذا جمعت اربع حبات يزيد لك لو صحي. طيب يزيد لك الصحي. ايوه حي. لا اشرب خلاص بصحة. هناك فيها بون فاير، فناخذ البون فاير هذيك. يلا شغل بون فاير. خش البون فاير بس ما ينفع، لازم ارفع. دقيقة شيل كولكشن، لازم ارقي، لازم اقتل الاعداء. وهذه بس 300 عشان ارقي بس الهجوم كذا، اعطي دك الهجوم. اظن هنا في زعيم، اظن ذكرنا ساحة زعيم. القلعة هناك، شوف هناك مجمعين عند القلعة. لو لي زعماء عندنا. قالوا سيفيليان. عجيب يا مواطن، ما اقدر ادخل قلعة، لازم اروح هناك اخلص حاجة. يلا نروح هناك. خذ على طول، ما في خذ شحن بس على طول شحن. هذا ضعيف، بعد من السمك، هذا سمك السردين، هذا بعد من وايد 300. ولا قدرش مع 300 والله مرة. هذا مندس خذ. والله صرخ صرخ هذا. صرخات والله متوحشين عيال القلب. تعال تعال مندس خذ. راح فوق، اسمك فوق، انزل. طيب هذا اقدر اغدر فيه، ما عندي غدرات انا. طيب عندي 300 وهذي بون فاير. هاي حقت صحة صح ولا؟ طيب يلا ما المشكلة، اشوف بعدين ايش في هنا. من شايف بون فاير؟ بون فاير قريبة. هذا غدر، هذا في غدرة صح؟ لا برضه اخضر ذا. هات تستبدلها برواح معروفة. في القلعة دي ما دخلتها. دقيقة هذا ايش؟ ما دخلت القلعة دي، ما يحتاج كذا. داخل القلعة، انا داخل الحصن الان. هذه والله اسمها آلة، شو اسمه؟ يلا طيب هذه يقول لك الان القلعه، لما بدخل القلعه يقول لك ما تقدر تدخل القلعه. I'm sorry. Was I supposed to grab a ticket? يو العدو زعيم. زعيم وين؟ زعلان ذا، قال ليش تستخدم الماكينة؟ هذا الدقاء تعال. ايوه اجري بقوله، قلت نفسي
لك صحة، لك صحة. لا تدعوا كذا، ترقيت نفسي شوية. انكسرت، انكسرت. اشرد، اشرد بس. لك واحدة. يا قاتل مرة ثانية. والله صعب، والله والله صعب. يلا فينك؟ تعال تعال. بس بقى يلا. يرفص. لا ينزل اخضر، ينزل اخضر. يقول لك سمتك صار انبلوكبل. طيب فيها ضربات صارت، صارت. يقول لك ها، انا اقول لك اذا عبيت عدد الدفاع لازم تضرب ضربه قويه. خذ، ايوه خذ، اضرب، خذ، خذ، مات، ايوه جبناه. اخذنا تروفي، خذنا تروفي بس ما واضح عندكم. انا العب على البي سي انا. يوي والله صعب، والله في صعوبة يعني، ما هو صعب مرة بس في صعوبة يعني كبداية، في صعوبة بس ما يعني ما فهمت انا المراوغة كيف يعني. طيب ليفل اب، هو الصح انك تزيد اللي هو بزيد الهجوم حاليا، خلي بركز على الهجوم. صح انك تزيد الصحة، ركز على الهجوم. طيب الان ناخذنا، وين القوارير؟ كنت في قوارير هنا كلها راحت. يلا نروح الى الدتش، نقابل الدتش ونشوف كمان الهجوم كيف. هجوم رفعته الان نقطتين، ثلاث نقاط رفعته. موت من ضربه، كويس. ام كويس. هاد على كلمة، تعال. هذه موجودة، كويس. هاد ثلاث ضربات عادية، كويس. أولى، هذه علب جيدة ذي تتحرش كمان. يا سلام عليك، أيوة هذا الصح. يلا جيتكم ها. خلاص الحين تدخل، يلا ما دام معاك علبة نخش دحرجة كمان. ايوه كذا نخش. فين ال شو اسمه هذا؟ فين الزعيم؟ هذا شكله بياع صح؟ طيب يلا ما مشكلة، دحرج بس. اوه طابور. قال داخل يا ابوي. خش من خش يعني. ايش ذا؟ وانا الملك. هذا الملك؟ هذا هو شوفي هذا. هذا ملك ايش بقول هذا؟ شاد ولا ايش؟ لا حرم، هاي حرم. انت اي. اعطتني مهمة. يلا اعطتني مهمة، يلا الان نروح الى المهمة. أصعد مقفل الآن ممكن. تقول لك خش من هنا، بس كيف أخش من هنا؟ هذا صعب تخش من هنا صح؟ خش دحرجة. واحد ايش عنده ذا؟
يقول ادخل في حاجه. انقز هناك ورا، انقز ورا، انقز سلم. ايوه يلا نبغى هذا. هنا خلاص طاح، طاحت القطعة كويس يلا. اظن هذا اللي يبغاه. هذه هذا اللي هو الخطاف. اوكي خطاف هذا. يلا فين اروح من هنا؟ ايش في شيء تحت؟ دقيقة ايش هذا؟ هذه جواهر. يا جواهر ابغى اروح فوق هناك. يلا طيب اوكي. ايوه اروح فوق هنا ولا ايش؟ ما راح نروح هنا يعني، ما اروح هناك ممكن. اوكي بس قطع بس فيها. خذنا جوهر. اوه هذا ايش هذا؟ زعيم هذا مع مشط. شكل زعيم. اي لا انت جيت خربت الهرج، انت جيت خربت الهرج. اطلع منه. هذا شكله قوي، هذا وضع ما مضبوط. احي قعد عين. الله خطير ذا. خلنا نتشقل. والله ذا خطير. تعال بس عطني ظهرك. الله هذا مرة. يا ولد هذا واسع شك موت. مات؟ والله مات. يا عيون مولع، ليش عيون؟ ليش مولع عيون؟ لأن عيون مولع لأنه يعطيها. طب كيف هذه معي خمسة؟ ما فتحنا القدرات لسه. طيب تدرون احنا كذا وصلنا معكم نهاية المقطع. هذه لعبة سولز جيدة جدا بصراحة، لعبة سولز رهيبة بصراحة ممتعة. في الختام لا تنسون اللايك وشارك القناة وتفعيل مقطع أصحابك خليهم يستمتعون فيه وتعرفون على لعبة اللي هي أناذر كراب تريجر أتوقع اسمها كذا. حياكم على حساب الانستغرام وإكس والتيك توك والديسكورد، أعطيكم العاب العبادة وأصحابك.